يتواصل توافد ضيوف الرحمن على صعيد عرفات بعد قضائهم يوم التروي على مشعر منى، وذلك استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا. ولتأدية هذا الركن الأعظم قد بدأت بعثة حج القرعة تصعيد حجاجها إلى عرفات في ظل تسييرات تقدمها البعثة المصرية لهم طوال فترة وجودهم بعرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. ترتج أركان مكة بالتلبية التي تنطلق من قلوب حجاج بيت الله الحرام، وهم يستعدون للانطلاق إلى عرفات الله إذانا ببدء مناسك الحج. إنه صباح يوم التروية، حيث بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاجها من فنادق إقامتهم منذ فجر اليوم، وفق خطة تعتمد على التصعيد التدريجي لتحقيق السيولة ومنع الزحام. هنا الجماعة مش مقصرين في حاجة، هم خلال اليومين اللي فاتوا كانوا عاملين مجهود كويس جدا، وبلغونا قبلها إن التوقيتات عاملة إزاي والأتوبيسات بالترقيم، كل واحد ينزل في الميعاد بتاعه بحيث ما يبقاش فيه تدافع أو فيه أي حاجة. الحمد لله رب العالمين. تنظيم جيد جدا، فنادق في يعني أعلى مستوى، نظام محترم قوي، تنظيم أتوبيس بأتوبيس، كل أتوبيس بيطلع وبينادوا علينا من الدور بتاعنا، بننزل نلاقي كل أماكننا محجوزة. ضباط البعثة قاموا بتوجيه الحجاج بالنزول وفق ترتيب طوابق الإقامة، مع التأكيد عليهم باصطحاب الاحتياجات الأساسية فقط لكل حاج حتى يتمكن من أداء النسك بانسيابية ويسر، في ظل خدمات تقدم لهم على مدار فترة إقامتهم بمنى وعرفات من إعاشة إلى لوجستية. كان في تنبيهات إن هو يعني يدوب على قد الاحتياجات الشخصية والحاجات اللي مش ضرورية ما نشيلهاش، وكل حاجة هم موفرينها إن شاء الله هناك يعني. تنظيم رائع رائع لأعلى مستوى، واللي عايز يجي يشوف هنا في مكة كمان أهو التنظيم، فنادق وتنظيم الأتوبيسات ورحلاتنا منظمة جدا جدا جدا، كل حاجة حلوة حلوة حلوة، قول أي حاجة حلوة. تعاقدت بعثة حج القرعة مع حافلات نقل حديثة لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتنقل بين المشاعر، كما حرصت على وجود مرشد بكل حافلة ليقود مسار الرحلة من مكة إلى المشاعر المقدسة. وكل هذه الحافلات مزودة بخاصية جي بي إس مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بمكة لمتابعة مسارها. دور إن أنا أخذ الباص من مكان عند الفندق أوديه للتوجيه في عرفة عند المخيم هناك قبل التفويج، طلعنا على الاماكن دي كلها، مرينا عليها مكان لمكان وعرفنا الاماكن واللوكيشن معانا، بحيث ان ما حصلش اي توهان في اي باص في اي مكان. عملنا تجربه ورحنا ولفينا المناسك كلها وعدينا على المناسك ورحناها ولفيناها وشفنا المخيم وشفنا كل حاجه، والامور يعني تمام الحمد لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ارتياح كبير بين أوساط الحجاج للخدمات المقدمة لهم وتنظيم عملية التصعيد، وهو ما بدا واضحا على وجوههم. الشعور ما يتوصفش، ان ربنا يكرمنا كده وتقبل منا. صراحة هم عاملين مجهود كويس جدا جدا بصراحة، يعني هياخد التقييم ممتاز. متشكرين جدا على الخدمة ممتازة بصراحة، وشكرا للبعثة المصرية، يعني الخدمات كويسة جدا، متشكرين جدا، كل سنة وانتم طيبين. الله يكرمكم والله يجازيكم خير عننا كلنا، ورحلة جميلة وهناك الخدمة جميلة، يعني انتم ما شاء الله كنا مش فاخرين عارفين حاجة. ربنا يرزقنا ان شاء الله الوقوف على عرفة سالمين امنين غانمين ان شاء الله، والف الف شكر على المجهود الطيب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. والله كله مظبط الحمد لله، والاوتيل حلو قوي ومنظمين جدا، يعني بيطلعوا يقولوا لنا كل حاجة في مواعيدها وكله تمام. قرابة 11,000 حاج من حجاج القرعة تم تصعيدهم إلى عرفات الله منذ الساعات الأولى من صباح يوم التروية في عملية نقل دقيقة تم رسم ملامحها على مدى الأسابيع الماضية، كما أجرى ضباط البعثة عملية محاكاة لمسار التحرك من مكة إلى المشاعر المقدسة على مدى الأيام السابقة ليوم التصعيد، وهو ما ساعد في إنجاحها. لا شريك لك. تزين الحجاج بملابس الإحرام وعلت وجوههم الفرحة والبسمات، ولما لا فهم بعد ساعات قليلة سيقفون على جبل عرفات ملبيين وداعين الله أن يغفر لهم
ووسط كل هذا قدمت لهم بعثة حج القرعة كافة التيسيرات لأداء المناسك. من مكة المكرمة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.